السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة حتى تنطونا أراءكم باللي راح نعرضه أو بما عندكم من مواضيع تردون تعرضوها علينا مشاهدينا الكرام. واللي ما يقدر يتصل الرقم الأخير اللي بصفه إشارة واتساب يقدر يدزلنا رسالة مكتوبة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفات حلقة صوتكم، وأول ملف ويانا هو ملف البنى التحتية بالعراق، الخدمات اللي هي ماكو أصلا. المطر هو خير ورزق من رب العالمين، بس بالعراق لما تمطر الدنيا تنشل حركة السير والدوائر وكل شيء. ليش؟ لأنه معروف نغرق وتغرق الشوارع والمناطق السكنية. هذا اللي يأكد لنا عجز هاي الحكومات عن تسيير أمور البلاد. تحرج مياه الأمطار الحكومات العراقية المتعاقبة واللي فشلت على مدار سنوات أن تسيطر على هاي المشكلة، خصوصا أنه أغلب خطوط تصريف مياه الصرف الصحي اللي هي شبكة المجاري صارت بحكم المعطلة أو ما تم تطويرها ويا ما يتناسب ويا الزيادة السكانية. محافظات النجف، ميسان، القادسية والبصرة غرقت أغلب شوارعها ومناطقها، والناس بدأت تتعامل ويا الموضوع بسخرية، بحيث أنه شوارع غرقانة نشوفها صور إلى غرق الشوارع، وأكو مواطنين مثلا عندنا مواطن من قضاء المجر بميسان راح تشوفوه شلون تعامل ويا الموضوع بصورة خاصة، وهي استخدام القوارب للتنقل بين شوارع المنطقة منطقة الحسين. خلونا نشوف. السلام عليكم. هاي عواشة، هاي عواشة غرقت خوية، مجاري ما عندنا. شوف خوية، هاي عواشة. يعني لو الحكومات يفكرون صح ويفكرون بس يسوون طريقة لتصريف المياه إلى أحواض الأنهر اللي جفت كان استفادوا من هاي المياه. بكل موجة مطر الطلاب والتلاميذ بالعراق يعانون الأمرين، لأنه تغرق الشوارع ويصيرون يمشون بمي حتى يقدرون يروحون المدارسهم. مو بس هيجي، لا، مدارسهم أنفسها هي تغرق همينة. مثلا عندنا مدرسة بميسان غرقت، والناس تتساءل الطلاب شلون راح يقدرون يتنقلون بين الصفوف. هذا مشهد، واكو مشهد ثاني رصد معاناة الطلاب بالقرب من مدرسة المختارية بالكوفة. خلونا نشوف. يا ام الظلايم مكاي مدرسة سواح يروح للصف الشوب، والله هسه حاجة عبر ذاك الصف الشوب. رجيت باش امتحان غير ما حد جاء. عيني وزارة التربية قلنا لك وزعي للطلاب شظم حتى يلبس الشظمة ويروح إلى مدرسته ما يتبلل، بس ما دسمعين. كل موجة مطر بالعراق
تكشف لنا فساد وتلاعب بالمشاريع القدمية والمشاريع اللي تعتبر واجهة للبلد. فمثلا مطار النجف، الشوارع المحيطة بالمطار على سبيل المثال غرقت على الرغم من صرف أموال طائلة مثل ما قالوا هم على مود يسووها، لكن همنا غرقت عبالكم بس هي، لا مو بس الشوارع، المطار من جوا همنا غرق، حالته نفس الشيء. الصالات الداخلية اللي بداخل المطار مال المطار اللي يطبون بها المسافرين همنا غرقت. المسافرين بالمطار حال الضيم حالهم، تعالوا نشوف سوية الحال داير ما داير المطار وجوه. يرحب بكم، اقصد مطار النجف الاشرف الدولي. زين هاي وين المليارات الدولارات؟ وين جاي تروح؟ هاك تفضل تفضل اغات. هذا المطار عود كان نجف شلون غرقت؟ غرقنا الله وكيلك. شلالات مطار النجف الصناعية. نبقى بالنجف، عندنا ناشط بالنجف انتقد المشاريع بناحية حرية مثلا، واللي رصد لنا هدر 15 مليار دينار عراقي على تبليط شوارع غرقت معظم هاي الشوارع، ومن ضمنها مشاريع تعرفون شو وقت خلصت؟ قبل يومين، يعني أول البارحة افتتحوها همينا غرقت. وقال أنه حذرنا هواية سابقة من هاي المشاريع اللي ما بيها أي مراعاة إلى حال الناس، وما وضعت بها شبكة تصريف مياه اللي هي شبكات للمجاري حتى ما تصير بها هاي الحالة. خلونا نسمع. حول الشارع المجمع الحكومي قبل يومين، شوف شوف المنظر الجميل، قبل يومين تبلط نصيح يا أخواني يا أهلي الكرام، يا مدير الناحية، يا مدير الإعمار، يا مدير المجاري، يا مدير البلدية، ما يصير تبليط ملا مجاري. 15 مليار دينار عراقي تم هدرها في ناحية البحر. شوف شوف البحر، شوف 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 شوف، تعال عمي تعال، لا 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 شوف هذا قبل يومين أو ثلاثة أيام من قبل تبليطه. شوف البحيرات، شوف المأساة من أجل، شوف البحيرات إلى ما لا نهاية، كل ناحية الحرية بهذا الوضع. عود هذا أهم مكان اللي هي المجمع الدوار الحكومية في ناحيته، يعني تصور هسه الزراعي، المناطق العشوائية والتجاوزات الصاير بيهم. هذا حال العراق لما تمطر الدنيا، لا بالنجف بس ولا بميسان بس ولا لا، هذا حال العراق بشكل عام من تمطر الدنيا. وهذا مو جديد، من زمن عبعوب، تتذكرون سالفة صخرة عبعوب أبو دبي زرق ورق؟ هو من ذاك الوقت لهالوقت هاي تمطر الدنيا تغرق. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك، ميثم طالب الخضراوي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أين تصريف المياه والخدمات التي صرف لها مليارات الدنانير؟ مصطفى العزاوي يقول: كارثة والله، وين كانت دائرة المجاري؟ صار سنة وين الاستعداد؟ كل المنهولات مغلقة بسبب الأوساخ. حسين نجم يقول: هذا ميناء النجف مو مطار النجف، كم رصيف بي؟ وحدوش يوسف يقول: هذه عجلة الإعمار مع الأسف على كل شركة تستلم مجاري وخطوط ناقلة وشغل ماله كله مو صحيح. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية غرق الشوارع بسبب انهيار البنية التحتية لما تمطر الدنيا وليس بسبب الأمطار. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي عمر، رمضان كريم علينا وعليك. أبو عمر التشريني من الناصرية، حياك الله أخوي. دونك عمي، هلا بيك. طبعا خلي يسمعوني هم،
هم ما طلعهم على بلدي راح اجاوبه على ساهم على بلده هو شنو اللي ساهم على بلده اللي ساهم على بلده هو شنو يخلي يقولوا لي هم يعطوني يعطوني الجواب فهم ذول 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 احزاب هيمنه على البلاد ودمروا البلاد يعني هاي حاله هسه حاله الطلاب اللي يمشون بالماي بالمطار يعني تجاري خطيه يعني شكل عليهم يصير يعني ما جاي تسمعونهم انتم لو ولدكم صاروا يمشون يعني الشوارع فيضانه يعني ما كل المحافظات كلها لا خدمات البلديه فساد اداري عم قفل البلاد كلها يعني كلها دمروا والله كلها فساد اداري لا محافظ بخير يعني عشان لك يا وزير بخير يعني يا تجيبه هو حرامي ابن حرامي خلي يسمعوني هم يا عمي ما تقولي سويتوا بالبلاد دمرت البلد دمار عمي ما قلت على بس انا عم قاعدين حاطين خيمه هسه بالحبوبي يعني جاب على حقوق المواطنين بس احنا بالمرصاد هاي الخيمه الخيمه عفونا ما خليناها السجنين خلينا اسكم احنا يم ليش نطيح حظكم حظكم نطيحه والله نطيح حظكم الله لا يوفقكم الله لا يعطيكم بجع شهر الغبران هذا شهر رمضان نعم يم سويتوا بالبلاد اسمعوني يا شغله اكبر شغله انتو يم اكبر شغله والله حطمت البلاد والله العظيم ما كنتوا ما خليتوا علي اسمعوا شويه اسمعوا ما عندكم حتى لا بايع بلادك انت سام على وطنك هو سام على وطنك عنده شرف خلي يجاوبني بحكم اي واحد يا شيعه سوداني يا قناه الضوء كلهم قناه الضوء سامحوني نعم نعم كلهم يسامحوني ضوء والله العظيم دمر والبلاد دمر ضوء ما خلوا شيء علينا نعم الجهال تمشي حفاي راح المدرسه هاي الوجه جهاله ما يشوف هو بس هم دول الساسه دول كانوا ساسه ايران والله انا على ابوكم لا بحتى ايران لا بحتى خامنئي يا لا نحن على شرفكم على عكس شكرا 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 لك ابو عمر. اقرت هيئه النزاهه بوجود هدر كبير بالاموال على مشاريع ما ملموسه بالنسبه الى المواطن بمعظم محافظات العراق. هذا اللي قالته هيئه النزاهه واكدت انه اكو ملفات بها شبهات فساد. شنو كلمة شبهات بالنص ما أدري، هي كلها تقول أكو فساد وأكو تلاعب من خلال الدعوة للتنفيذ المباشر للمشاريع، علما أن العراق يعتبر من أكثر الدول فسادا على المستوى العالمي حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، خصوصا إذا عرفنا حجم الشكوى يم العراقيين بسبب نقص الخدمات العامة رغم عشرات مليارات من الدولارات اللي تدرها عائدات النفط سنويا على الأرض. ناشط بالبصرة ينتقد الكلفة الباهظة بعقد تنظيف كورنيش شط العرب واللي جايب لكم اياه هو ال- 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 القرار مالته بمبلغ 1,539,000,000 دينار عراقي ولمدة سنة واحدة بس. اسمعوا كورنيش شط العرب قبل يومين تسرب الكتاب ولاحظت بكثير من الجروبات والجهات ذات العلاقة ما حد سأل قيمة هذا المشروع مبالغ بيها أو ما مبالغ بيها من نشوف العقد قيمته 1,539,000,000 دينار ومدة سنة هذا العقد يعني لا سنتين ولا ثلاثة. هنا راح أسأل شنو واجب بلدية البصرة والقاطع المعني بكورنيش شط العرب؟ هذا واحد. أرد أسأل السادة النواب المتمثلين عن البصرة، مش عجب ما حد قال ليش ومتعودين ما تقولوا ليش، مش عجب. أرد أسأل ديوان الرقابة المالية وأريد أسأل النزاهة والمعنيين واللي شرفوا على المشروع والاستشاريين بهذا الملف. هذا مشروع من مئات المشاريع اطتها ديوان محافظة البصرة. أعزائي المشاهدين 1,539,000,000 أنا على طول أتجول بكورنيش أعتقد مرة شفت كانسة وشفت كابسة وعشر عمال. إيش قد راتب العامل بهاي السنة؟ تعالوا خندقة حاسبة وخنتفاهم وبرقة وقلم. إيش قد راتب العامل من
تنظيف كورنيش شط العرب، استوك ثبتت 30,000 درجة وظيفية بيهم بال 10-15,000 عمال بلدية. شنو سبب وجودهم وانت جاي تطلع مشاريع الشركات متنفذة يا محافظ البصرة؟ هذا العقد عدد 966 اللي توقع ب 14/2/2023. الشركة اللي داعج عليها الناشط موجود اسمها سهل العراق للمقاولات العامة، مدة التنفيذ 360 يوم، سنة إلا 5 أيام. قال إيش قد قيمة الراتب؟ فواحد يروح يحكي لنا ويا سهل العراق ويقول لهم احكوا لنا الدرج شنو. أما محافظة ذي قار عندنا ناشط من ناكر صد لنا فضيحة بمشاريع خدمية والفساد اللي موجود بها. مثلا عنده مشروع، المشروع هياته، هذا مشروع كلف الخزينة 9 مليارات دينار عراقي. شنو هو المشروع؟ تانك بلاستيك أبيض، بانين داير مدايرة سياج من البلوك. هذا المشروع هو خزان المي اللي راح يعني يستخدم لتغذية الأشجار اللي يردون يزرعوها بهالشارع. تعالوا نسمع. يسمونه قنبلة العصر، مشروع بتسعة مليار يشيدون من ضمن عمله بلوك مال الناصرية رمال. المشروع من بوابة الناصرية السجن الإصلاحي، ولكم شايفينكم مشروع بتسعة مليار يسوون الحوض مال السقي ببلوك أو تانكي، باكر الضربة الشمس وينشق وينصرف. ولكم وين تريد توصلونا؟ 9 مليار الله أكبر. أدري باني لي بيت تجاوز ولك ببلوك، أما أمنا بالله التانك رضينا بيه يا مقاول أبو 9 مليار. ما عندك فليسات تجيب طابوقات، هذا لازم يصير حوض، حوض صب بتاريخ العراق والعالم كله. احنا شايفين من يخلون ما السقي يخلون حوض صب ويخلون ما طور. عم اللي يتباوعون، اذا اكو اعلامي اكو انسان عنده غيرة، اكو ابن ذي قار يقول احنا نهتم بالمشاريع ونريد نشهرهم ونشهر بوكهم بشرفكم وبغيرتكم. اذا باني بيتك ب100 مليون وتلقى بلوكات، شو تقول له؟ تقول له ابوي انا مطيك 100 مليون مو 9 مليار. التانك بمليار، اربع حياطين كل حائط على مليار، هي مو حياطين هي حائط نصيص على كل واحد مليار، هاي اربعة ويا مليار هاي 5 مليار، بقى 4 مليار. بالعافية عليك عيني المقاول، شايف كل الخير. طبعا الرقم اللي قلته مستحيل صحيح. هذا حال المشاريع الخدمية بالعراق، فلهالسبب الناس علقت على هالموضوع. هالة كريم الحساني تقول واضحة بوق وسرقة يتقاسمون لأن أكو كوادر بلدية وعمال وأصلا واجبهم وعملهم التنظيف ويأخذون عليه رواتب من الدولة، فبعد ليش عقد بمليار ونص؟ أبو رامي يقول هاي كل سنتين يسرقون باسم تنظيف شط العرب ونهر العشار. وعلاء الشاطئ المشرفاوي يقول المشكلة اللي يأخذ مشروع متفق ويا الجهات العليا ويشتغل بكيفه لا حسيب ولا رقيب. وسلوان السعيد يقول إذا المسؤول ما أخذ نسبته منين يخاف المقاول؟ وهي الطامة الكبرى، لأنه هنا دنا نحكي على الكوميشنات. أكو عقد، أكو مناقصة، أكو مسؤول يقول لك منو يعني مثلا عبد الناصر قبالي هو مقاول وأني مسؤول. عبد الناصر حبيبي تأخذ المشروع والمناقصة ترسل عليك، إيش قد راح تدفع؟ نصهن إليه وروح سوي اللي عجبك. عبد الرزاق من باب الحياك الله. عبد الرزاق السلام عليكم، شلون سادتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سادتك بالنسبة للمياه والفيضانات، نعم، يعني الصراحة هاي احنا نشكر رب العالمين عليها لأنه نعمة من رب العالمين، لكنه لو عندنا حكومات يعني صادقة ويا نفسها، صادقة ويا الشعب، حريصة على هذا البلد، والله كان استثمرت هذه المياه. يعني هسه اذا ما عندكم في الطرق حديثه يا اخي هاي الصهاريج، ها، واسوي نفير عام واجمع هذا الماء واحوله على دجله على الفرات، افضل ما يروح هدر.
يعني واحد يعني الصراحه ينقهر لما يشوف هذه الوفره من المياه اللي هي كرامه رب العالمين لهالبلد هذا وتروح هذا، لكنه ماكو ناس مخلصين لهذا البلد يحافظون على يعني حياه المواطنين، هذه من ناحيه المياه. بالنسبه للمشاريع، المشاريع يقول اذا عرف السبب بطل العجب. يا اخي احنا اذا هي الحكومه من الاساس هي فساد، هي النظام المحاصصه هو هذا، يعني احنا ليش يعني نتعجب وهذه وننقهر؟ هو هذا، هو هذا ديدنهم، هو هذا اسلوبهم، هو نظام المحاصصه، هو سرقه اموال العراق، نهب خيرات العراق بيناتهم بين الاحزاب، هي اللي جاي تتقاسم الحصص. فما نتعجب يعني لما يسوون مشاريع وهميه، مشاريع متلكئه، هذا هو هذا عملهم، لانه ما يردون يخدمون البلد وما يقدمون خدمه لهذا المواطن، كل ما يهمهم هو جيوبهم، اما يقدمون خدمه لهذا المواطن لهذا البلد هذا مستبعد المستحيل، هم مو هذا، مو هذا فكرهم استاذ افل. فاحنا ليش نقهروا هذه؟ هذه ما نرتاح الا لما تنزاح هذه المنظومه السياسيه اللي صراحه جلبت لهذا البلد وهذا الوطن، جلبت كثير من المعاناه، واحنا يعني صراحه استنزفنا بما فيه الكفايه من الهم والقهر اللي للثروات هذا البلد اللي جاي تتبدد بسبب هذه الاحزاب اللي موجوده بالسلطه. فاحنا نامل ان الله يخلصنا من عثهم، لانه صراحة وجودهم يوم بعد يوم تزداد المشاكل وتتفاقم الولاءات. فنسأل الله أن يخلصنا عن تحياتي لك سادتك. شكرا، شكرا لك عبد الرزاق أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق أسمعك، أسمعك تسمعني؟ أسمعك كلش زين يا غالي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان أذل بالنسبة لهاي الحكومات، مو احنا نقول شراب. محمود محمود المشهداني مو قال احنا جينا للخراب وهو حشاها؟ محمود المشهداني مو كان رئيس برلمان؟ اذا رئيس برلمان ويقول احنا جينا للخراب وللعمار، مع شد تحرم للباقين يا استاذ أفل الله يخليك. نعم. هسه هم راحوا ذاك اليوم يتوسلون بابو تركيا، يتوسلون تنطاهم لمدة شهر. هم لو اكو ناس، لو اكو ناس تقدر تدير هذا البلد يا استاذ أفل. بالنسبة هسه لو يشتغلون سدود من 2003، لو مشتغلين سدود، هاي هذا الخير اللي الله جاي ذب المطر هذا، ما كانوا استفادوا من عنده. بس يا استاذ أفل الله يخليك، ولو طولت عليك، هذول ما يديرون بلد استاذ أفل، هذول يديرون بس لجيوبهم الخاصة، ويديرون الولاء ماله وين؟ لأي دولة؟ ما نقول بس إيران، لأي دولة؟ هذول ناس سراق استاذ أفل. نعم. أتحدى يطلع لي هسه واحد، أي واحد من عندهم رئيس وزراء غيره، يحكي لي إنجازاتهم من 2003 ولحد الآن، عندهم إنجازات؟ بعدهم بس الخراب والتدمير والقتيل والتروع البشر. نعم. كل الاطباء ولك يا استاذ أفل الله يخليك، والله هاي هيك حكومات مو ما نتوسل بيها. نعم. يا شعب اصحك كافح. نعم. شكرا، شكرا لك ابو عراق. عباس من كربلاء، حياك الله يا عباس. عباس، عباس تسمعني؟ يبدو أن عباس ما دا يسمعني. شكرا جزيلا، وإذا عندك شيء ترجع لنا مرة ثانية يا أخوي. القطاع الصحي ومن 20 سنة يعاني ويعاني، وصراحة أشبه آني بالمريض اللي دينازع حتى يموت بسبب هواية من الأمور. أولها النزاع السياسي بالبلد، توظيف الأحزاب والكتل السياسية جماعاتها حسب نظام المحاصصة بالمؤسسات الحكومية، ومنها المستشفيات والمراكز الطبية اللي توظفوا بيها جماعات وأفراد دي حتى يستحصلون الأموال والرواتب خلال التنافس على وزارة الصحة والمكاسب والأرباح، بس مثل عقود الأدوية، شركات الاستثمار وغيرها، إضافة إلى معاناة أغلب المستشفيات من نقص المعدات والأجهزة
الطبية على الرغم من الموازنات الانفجارية اللي تخصصت للقطاع الصحي. هنا أنا بهالخصوص عندنا ناشط يتحدث عن تعطل أجهزة الأسنان ومن 4 أشهر بمحافظة من 4 أشهر بالمركز الصحي للرعاية الأولية بقضاء المشخاب بمحافظة النجف، ويتساءل معقولة 18 طبيب أسنان كلهم يشتغلون على جهاز واحد؟ خلونا نشوف. المركز الصحي الأولي للرعاية الصحية في المشخاب، سؤالنا لكم وأنتم في باب المسؤولية، أنتم المسؤولين التنفيذيين عن الواقع الصحي والخدمي والأمني في النجف، لمصلحة من أجهزة المركز الصحي معطلة صار 4 أشهر؟ الأجهزة مال فحص الأسنان معطلة صار 4 أشهر لمصلحة منه؟ إذا حجتكم التخصيصات المالية بس باصات مستشفى المشخاب شهريا 16 مليون نقدر ناخذ من مستشفى المشخاب ونصلح أجهزة الأسنان، لمصلحة منه هاري أشتغل من الصبح لليل على مود أجل المستشفى يقولوا لي الأجهزة عاطلة وأطلع برا أحشى أسناني ب120 وأجدع راحاتي ب25 ألف، لمصلحة منه؟ أريد جواب من عندكم أنتم ونواب الدائرة الجنوبية ورئيس الوحدة الإدارية ومدير القطاع دكتور نهيل، لمصلحة منه أني أتعب على مود أنطل القطاع الأهلي؟ لمصلحة منه 18 طبيب على 3 أجهزة 2 عطلات وواحد حتى لا يتمابي؟ 18 طبيب شريف ونزيه يريد يشتغل حاطينه في المركز الصحي مجرد ديكور، لمصلحة منه من المستفيد؟ القائم مقام، أنت المسؤول عن صحة المواطن بالمشخاب، ليش ساكت؟ أتوقع الفيديو ما يحتاج أي تعليق لأنه لخصها كلها. طبعا الأخطاء الطبية تحصل، عدم تحمل المسؤولية مشكلة، الأخطاء الطبية وعدم تحمل المسؤولية راحوا بسببها هواية، وكل فترة نسمع واحد أو وحدة طبوا للمستشفيات عادلين طلعوا ميتين. المشكلة أنه الأخطاء الطبية تحصل بس ما سمعنا في يوم من الأيام أنه أكو تنصل عن المسؤولية، والتنصل عن المسؤولية جريمة. هنا عندنا ناشط حكى عن وفاة امرأة شابة بمدينة الصدر الطبية، دخلت إلى غرفة العمليات، لهنا نقول أجلها، هذا عمرها. لكن الغريب بالموضوع أنه المريضة انكتب على الإفادة الطبية الخاصة بها قبل دخول غرفة العمليات أنه هي راح تسوي رفع للزائدة الدودية، ورا ما حالة الوفاة صارت انشطبت هاي الإفادة وانكتبت عملية جديدة اللي هي عملية ناظور بطن استكشافي. ليش؟ خلنا نسمع. أكو بنية حست عندها ألم بمعدتها، أخذت أمها وين راحت؟ راحت المستشفى. دكتور عندي ألم بمعدتي. منا لا منا إيه مشلون؟ قال أبويا هذا الكارت وتعالي للعيادة. راحت العيادة أخذت أمها وراحت. هكذا نروح أسوي الفحوصات. راحت سوت الفحوصات ورجعت. قال بابا تعدي زائدة دودية مثل ما يقولون هنا مصانع عوار، فأنت لازم نشيل هذا المصانع العوار الزائدة الدودية، عمليتك باكر. هكذا نروح يسوي تحاليل على متباشر العملية يشوف الطبيب المخدر فيما لا فيما. راحت سوت التحاليل من غبشة أخذت أمها وراحت. وين المستشفى؟ دخلت لوين العمليات؟ مثل ما دخلت مثل ما طلعت البنية ميتة سريريا. للعلم لا بيها ضغط لا بيها سكر لا بيها ذبحة، تتلاوى ويا الحديد. يومين أو ثلاثة توفت البنية. التشخيص إيش كاتبين بي أول ما دخلت المستشفى؟ كاتبين زائدة دودية، عملية زائدة دودية. البنية توفت. العينتين الدكتور سوى شخبط مثل ما تشوف يا معالي الوزير المحترم، هاي صايرة لو ما صايرة أرد أعرف. شخبط على آية وكتب ناظور بطن استكشافي. التقرير اللي طلع من الطب العدلي شي يقول؟ يقول جرعة زائدة من التخدير.
يعني هي زائدة دودية تحولت إلى ناظور بطن استكشافي، والطب العدلي يقول لا، هي جرعة زائدة من المخدر اللي انطوها للمريضة، فجسمها ما تحمل هاي الجرعة الزائدة وتوفيت إلى رحمة الله. هاي كلها مشاكل. اولا، اول جريمه هو طبيب التخدير اللي ما عرف الجرعه او كميه الجرعه المحدده الى هاي المريضه، والتخدير باسئله انه بسكر ما بسكر، بامراض مزمنه، بمرض قلب، لان اكو انواع من التخدير يختلف عن نوع من المخدر الاخر اللي يستخدم الى شخص سليم بدنيا. فهاي اول جريمه. ثاني جريمه هو الشطب اللي صار على الافاده. دول الاطباء اثنيناتهم لازم يستدعون، والطبيب اللي شخبط هذا يعني كأنما متقصد اللي صار أو ما يريد يتحمل المسؤولية. يا ترى ليش الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع؟ وأول تعليق ويانا من فيسبوك أبو محمد يقول: هناك تعمد في تعطيل أجهزة طبية في أغلب المؤسسات الصحية لكي يضطر المواطن مراجعة العيادات الخاصة بالأطباء أو المراكز الأهلية، وقد لوحظ ذلك في تعطيل جهاز المعجل الخطي في مركز الفرات الأوسط للأورام مجمع شريط ميسان في الكوفة، ويتم إحالة مرضى السرطان إلى المركز الألماني في قرية الغدير وبأسعار باهظة جدا. محمد آلطوش الزرفي يقول: فساد الصحة وصل حد ولا يمكن السكوت من أجل الناس الفقراء. طالب الخالد يقول: لمثل هذه الحالات عشرات المرات تكررت وكثير توفوا ناس من سوء التشخيص. ومحمد عبد الزهرة يقول: بالصحة كوارث تصير، وهاي حالة من الآلاف من الحالات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. للعلم والاتصال بالنسبة إلى جماعة المقاولة، أريد أقول لهم شغلة واحدة: أنتوا اللي واقفين ضد الولايات المتحدة الأمريكية واللي تقولون كلا كلا للاحتلال وغيره وهالسوالف، وأنتوا يا الأحزاب الإسلامية اللي تدعون أنه أنتوا أحزاب إسلامية، تعرفون أنه بلاد الكفر اللي أنتوا تدعون مقاومتها مريض السرطان ما يدفع سنت، مريض السرطان ياخذ الكيمياوي والإشعاع ببلاش على حساب الدولة هناك، بس مريض السرطان بالعراق يدفع اللي قدامه واللي وراء ويبيع أبوه أمه اللي عندهم من ذهب وقياعين حتى يقدر يتعالج إذا لقى الأجهزة والعلاج. عباس من كربلاء حياك الله. انقطع اتصال يا عباس. أحمد من العمارة حياك الله يا أحمد. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله أخوي. أستاذ، بالنسبة هاي الخدمات اللي هسه حاليا متربية بالعراق، نعم، هي يعني مو شيء جديد على العراق. هو نعم، هذا بزمن صدام حسين هو اللي عندنا الصحة متردية، والآن هم الصحة متردية. نعم، هاي بالنسبة للصحة. بالنسبة لسرقة الأموال، كانت في زمن صدام حسين جماعة التكارتي هم سراق للأموال العامة، وذول حاليا اللي يحكمون العراق أيضا الآن هم أيضا سراق للأموال العامة. بالنسبة يعني ماكو اختلاف، احنا مشكلتنا اللي هسه حاليا المشكلة اللي عندنا بالعراق ان امريكا هي سبب مشاكل العراق، جابوا لنا هذول الحرامية فخلوا هذول الحرامية يحكمون العراق. بس احمد، احمد، امريكا تقول انا ما لي علاقة، ايران هسه هي المسيطرة على العراق، وهذا هذا تصريح السفير الايراني يقول ماكو حكومة تصير بالعراق الا احنا نوافق. صحيح 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 صح، بدون ايران ما تصير حكومه، لكن هو المسيطر الرئيس على الوضع على العراق بصوره عامه هي امريكا. يعني تقدر تقول، يعني انا افتهم من كلامك انه تقول ايران تنفذ اللي تريده امريكا؟ لا، تنفذ حسب مصالحها المصلحة. مو يعني مو انت هسه كلامك من دا اقول لك انت بتقول حكومه ما تصير الا ايران توافق، وراها تقول المسيطر هو امريكا. فزين احنا نفتهم المسيطر، اذا المسيطر امريكا هذا جندي عند امريكا وينفذ اللي تريده امريكا. المسيطره بالنسبه امريكا مسيطره كقوه عسكريه عظمى ومسيطره على العراق. زين، وايران بالنسبه لايران، ايران مسيطره كمرجع روحي لبعض الاحزاب. يعني ماكو سيطره سياسيه وماكو سيطره، بس لحظه هو تاثير سياسي، تاثير سياسي، تاثير روحي، ارتباط ديني، ارتباط عقائدي، عسكري، مسألة
عسكر عسكر ما له علاقه ايران. انا ما فد يوم من الايام شفت له دبابه ايرانيه. زين سؤال سؤال اخ احمد اذا ما لها علاقه ايران عسكريا لعد جماعه الحرس الثوري الايراني يفترون بالعراق شي يسوون؟ لعد جماعة الحرس الثوري الإيراني يقودون عمليات تحرير في العراق ليش إذا ما لهم تأثير عسكري أخويا؟ تأثيرهم هم مستشارين حالهم حال المستشار السعودي، حالهم حال المستشار التركي. لكن ما شفنا مستشار تركي أو مستشار سعودي على أرض الواقع في أرض المعركة بالجبهة، بس المستشار الإيراني بقى بالجبهة وتقول لي مستشار وهو دي حارب. ووزارة الدفاع الإيرانية أعلنت أكثر من 10 مرات عن وفاة عشرات الأشخاص من الحرس الثوري الإيراني في معارك داخل العراق، ونرجع ونقول ما لهم تأثير عسكري يا أخوي؟ نعم لهم تأثير عسكري صحيح، هم يدافعون عن مصالحهم ويدافعون عن بلدهم، لأن هم يدافعون عن بلدهم داخل العراق. لا لحظة لحظة أوقف أوقف وياك. من حق إيران أن من حق إيران أن تدافع عن بلدها في حدودها، لكن تتعدى حدودها وتوصل إلى حدودنا هذا احتلال. بالنسبة للعراق، بالنسبة للعراق هو الشاطر الأول لإيران ضد داعش. لو إيران لو يعني لو لو الدواعش سيطروا على العراق لكانت خطر زين على إيران. زين أخ أحمد سؤال نعم لو كان داعش في إيران، لو كان هذا التنظيم الإرهابي في إيران وكانت في العراق نعم. حكومة وطنية تحب العراق، مو هاي الحكومة الموجودة هسه الأمريكية، وطبت ليه. الحكومة هاي إلى داخل إيران لأنه إيران هي الساتر الأول للعراق ضد منظمة إرهابية، هذا الأمر صحيح؟ نعم نعم صحيح. إذا كان خطر على العراق، لو كان شيء خطر على العراق من حق العراقيين يدافعون عن أنفسهم. زين يدافعون زين. لحظة وياك أجي علي وأجي وياك لعد ليش جماعة الإطار وجماعة حنان الفتلاوي ودولة القانون قلبوا الدنيا مثلا على الأتراك وهم دا يدافعون عن أرضهم ضد منظمة إرهابية بالنسبة لهم اللي هي حزب العمال الكردستاني؟ ليش الإيران حلال الذولة حرام؟ لا من حق الأتراك أن يدافعون عن أرضهم عن مصالحهم، وإذا كان حزب العمال الكردستاني خطر على الأتراك من حق الأتراك أن يدافعوا. طيب ومن حق إيران أن تدافع عن مصالحها وعن أرضها إذا كان طيب. الأتراك طيب. خطر عليه. تمام شكرا لك أخ أحمد، بس أريد أقول لك شغلة واحدة. بالنسبة إلى الأتراك أكو اتفاقية دفاع مشترك، هاي ما تدخلنا من الاحتلال، لكن إذا ما كانت أكو اتفاقية وأكو جيش يدخل من دولة إلى دولة أخرى ويحارب داخل ذيك الدولة هذا احتلال، وروح دور بالمواثيق الدولية. منظمة IQR الدولية تأكد أنه العراق نوعية الهواء اللي موجودة به تدهورت إلى مراحل خطيرة تأثر على حياة الناس، وهاي المنظمة المعنية بشؤون المناخ قالت أنه العراق بالمرتبة الثانية وراء تشاد بارتفاع نسب التلوث عن المستوى الصحي المحدد أمميا بنسبة تزيد عن 50 ميكروغرام لكل متر مربع من النسبة الصحية، وأكدت انتشار جزيئة PM2.5 الضارة بالهواء بالعراق بسبب الحرائق والعواصف الترابية واحتراق الوقود الأحفوري، وحذرت من انتشار الجزيئات الضارة بالهواء وانتقالها بمجرى الدم اللي راح يتسبب بزيادة أمراض القلب والربو وأمراض الجهاز التنفسي بالعراق. وبهذا الخصوص أحد المواطنين بغدادي حذر من تلوث الهواء اللي يشكل تهديد جلي على حياة المواطن العراقي، حيث رصد تصاعد الأبخرة والسموم من محطة الدورة الكهربائية الحرارية. خلونا نشوف. تشوفون هذا هو دخان محطة الدورة الكهربائية الحرارية، واللي دائما نحذر من عنده انه هذا الدخان هو الخطر، هو اللي راح يقتل اهل بغداد. هذا الدخان وشوفوه تلاحظون هذا الصفار بالجو، وتفضل باوعد هاي هي الخطورة، ولا تزال من سنين طويلة وما حد متحارش بيها محطة الدورة الحرارية الكهربائية، واللي هسه احنا كلنا دا نتنفس دخان بمجرد الهواء يميل على هالناحية، واي ناحية يميل هو دا يروح الى مواطنين. لازم نلقى حل لهذا الموضوع الخطر جدا. هذا الموضوع وغيره، مثلا البصرة احد الناشطين سلط الضوء على خطورة تلوث الهواء بسبب حرق الغاز المصاحب ومدى تأثيره على حدوث طفرات بمعدلات الإصابة بأمراض السرطان. خلونا نشوف. تلوث الهواء هو
حرق الغاز المصاحب للاستخراجات النفطية، حيث يحرق العراق يومياً حوالي 16 مليار متر مكعب، ما يعادل 0.5 من الغاز بالعالم، وهذا يكفي لتوفير الطاقة لثلاثة مليون منزل، هذا حسب تقديرات البنك الدولي. ازدياد حرق الغاز تزداد نسبة الإصابة بالسرطان وبالتحديد في البصرة، حيث سجلت دائرة صحة البصرة تسجل سنويا من 2300 إلى 2500 إصابة سنوية بمعدل وفيات 900 حالة وفاة، من 900 إلى 1000 حالة وفاة سنويا، وهذا يعني أنه في اليوم الواحد يموت ثلاثة إنسان. سؤال، الحق الإيجار الحق هو لج صحيح اي وضررنا احنا ما استفادينا يعني ضررنا. وتعرف حسب المعايير الدوليه هذا الحق لازم المنطقه السكنيه تبعد عن الحق لازم 10 كيلو. هناك عده انواع للسرطان انتشرت في شمال البصره وبتحديد في منطقه الهوير، سرطان الثدي وسرطان الرئه وسرطان الدم لوكيميا الدم وسرطانات وانواع من الامراض الاخرى. حسب راي المختصين ان الهواء الملوث هو سبب بازدياد نسبه السرطان بهذه المناطق. الكارثة أنه هذه المناطق لا يوجد بها مستشفى خاص لعلاج الأمراض السرطانية ولا يوجد فيها مركز للكشف المبكر عن السرطان. هاي واحدة من مشاكل العراق اللي موجودة في العراق. عبر خدمة أنت ترى اللي توفرها قناة الرافدين الفضائية جت شكوى من أحد المواطنين من قضية فساد جديد تحدث بشراء وزارة التربية قطعة قاع بمليار و800 مليون دينار حتى يبنون مدرسة بغداد بمدينة الصدر، لكن هذا القاع بصفها مستنقع لتصريف مياه الصرف الصحي المجاري وما بيها أي شيء، والمكان مهجور ما بأي أدنى مقومات الخدمية. خلونا نسمع هاي الشكوى. بيتريد تسويها مدرسة المليار و800 مليون، القطعه هنا ب 3 ملايين، وزير التربيه تعال شوف تعال زين انت ما تخاف على اطفال العالم تغرق، هذا مستنقع، هذا مال نفايات مجاري رئيسيه، ها شوف الغمج ماله متعاقد بمليار و800 مليون، هاك هاي هنا موقعها، نروح سوي المدارس ديش الخربانه هاي بالقطاعات خطيه مهموله جايين هنا بالزباله لين صفقه بيها فساد. هاي استاذ محمد هنا معدلين ومصورين هنا شوف استاذ محمد شو معدلين هم هنا مصورين. هاي تعال تعال وزير التربيه تعال شوف تعال وقف هاي تعال هاي دا شوف هاي قدام شنو هاي هاي دا هاي هاي هنا تصلح مدرسة؟ شو تخرج هنا بلا؟ شو تخرج هنا؟ رأوا هاي البيوت أستاذ محمد. بيوت هاي مجارة رئيسية، هذا مال الموارد المائية ماخذ من عدة ويريد يبيعها لكم. وأنتم كيفين تصفقون له؟ خلينا نتعاقد وياه. على مود كم فلس. وأنا أتوقع المدرسة هاي نسوونها تغلقونها ما حد يداوم بيها. يعني أنتم عندكم فلوس بعد إذا تعاقدون تسوون شوارع من الناس تعبرونها؟ تلغون هاي الموارد المائية؟ عندكم كتاب وهاي هاي هم يدعون هاي تكونه وتسوون جسر منها تعبرون على العالم على مود يدامون الأطفال يسوون جسر هنا بشارع ما تقدروا تبرطونه. بس سؤال، بركة لتصريف مياه الصرف الصحي أنا أعرف هي محطة لتصريف مياه الصرف الصحي أو محطة مجاري يصير بيها تصفية وتنقية للمجاري والنفايات وغيره، وراها يلا تصرف ورا ضخ كمية من المواد الكيميائية حتى ما تسبب تلوث بالمنطقة، رقم واحد. رقم اثنين الأنقاض المشمرة شنو؟ زين راح تبني مدرسة بصفها شو تسميها؟ مدرسة الأنقاض والمجاري الابتدائية؟ قضية تويتر الهاشتاج أحزاب وميليشيات تدفع اللي هي تدير حكومة محمد الشيع السوداني تدفع أن تأيد تشكيل مجالس المحافظات وراء تعطيلها تحت ضغط ثورة تشرين اللي طالبت بمحاسبة الفاسدين اللي ما تحاسب ولا واحد منهم لحد الآن. مجالس المحافظات هي تدير عمليات فساد كبرى لما تستحوذ على المخصصات المالية للمدن وتقسمها وفق أعضاء المجالس الممثلين للأحزاب وللقوى السياسية بل أثناء تفاعلوا المدونين والمغردين بالعراق على هاشتاغ سانت ليغو الإطار مرفوض
للتعبير عن الرفض الشعبي المطلق لمحاولات الجهات الحكومية تمرير هالقانون حتى يكرسون نفوذهم وسطوتهم على السلطة. أول تغريدة ويانا محمد ناجي على تويتر يقول: رغم معارضة الشعب على قانون سانت ليغو، لكن أعضاء البرلمان يودون السير بتحقيق رغباتهم الغير شرعية. أحمد شاكر يقول: بسانت ليغو أو غيره هي نفس الوجوه ترجع علينا كل مرة. نور الجبوري تقول: سانت ليغو الإطار مرفوض، إن شاء الله منصورين على الإطار. وحسين عيدان يقول: رمضان شهر الصمود بوجه الطغاة والفاسدين والمفسدين، هاشتاغ سانت ليغو الإطار مرفوض. كانت هاي تغريدات الناس على هذا الهاشتاغ. وعندي شغلة واحدة بس أحب أوضحها للأستاذ أحمد إذا أنا ما قدرت أوضحها بشكل عام. بالنسبة إلى الدول المتجاورة عندهم اتفاقيات للدفاع المشترك، اتفاقيات للدفاع المشترك تكون على مسافة معينة من الحدود من الطرفين. يعني لما نحكي عن تركيا والعراق وإيران والعراق، أكو مسافة معينة من الحدود لا ذولا يعبروها ولا ذولا يعبروها حتى تكون خط دفاع مشترك ما بين البلدين. لما تنعبر هاي الحدود وتوصل إلى المدن، نانا دخلنا في سالفة الاحتلال. لما تشوف قوات وما أعرف شنو في مدن أخرى بعيدة عن الحدود، هنا احتلال. فلما نشوف الحرس الثوري الإيراني في الموصل، هذا احتلال. لما تكون الدول تدعم الدولة المجاورة بالأموال والعتاد والسلاح حتى تدافع عن نفسها، تدعمهم بالخبرات حتى تدافع عن نفسها، هذا مو احتلال. لكن لما ندخل جنود ودبابات وآليات وناس تقاتل بالدفاع عن هذا البلد أو عن نفسها بداخل هذا البلد، هذا احتلال. هذا اللي حبيت أوصله إليك أخ أحمد من العمارة حتى نعرف شنو معنى الاحتلال. الاحتلال مو بس أنه أمريكا جت غيرت حكم وجابت لنا ذولة، لا، الاحتلال إلا أكثر من نوع. مشاهدينا الكرام، نصل لختام حلقة صوتكم لهذا المساء. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، ونلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.